Hello everyone, this is Chef Nao with you all the way from Norway. In the following series, I will present you with restaurant grade recipes you can use in your own home. ممكن صدر الدجاجة مع الورك أو صدر لوحده، نقطعهم قطع تقريبا بشكل عشوائي. بنوضع لكل كيلو دجاج نصف كوب زيت ومعلقة كبيرة من التوابل، ورابط التوابل حوضعه في صندوق الوصف. نخلط المكونات جيد، ونوضع نايلون الطعام أو أي نايلون متوفر عندكم بالبيت. نعمل طبقات حسب نوع النايلون، هذا النايلون شوية رفيع رقيق. نوضع الدجاج بالنايلون وبنلفه وبنوضعه بالفريزر المجمد تقريبا 6 ساعات أو حسب نوع المجمد، ممكن 6 ممكن 5 ممكن 7 حسب نوع المجمد، منشان تشرب البهارات ونعرف كيف نتعامل معه بالسكين عشان يكون أسهل لإلنا بالتقطيع. هيك أسهل بالتقطيع، كتير كتير هو روعة، وصفة كتير روعة تعملوها بالبيت. هلقيت حفرجيكو كيف ممكن تعملوا سندويشات، تعملوا جريل، تعملوا لكل أنظمة الدايت، للكيتو دايت ممكن، لمرض السكري، للناس العادي مش عاملة كيتو دايت. نوضع على حرارة متوسطة، الحرارة تكون متوسطة تقريبا بياخد 4 دقائق، يعني ما بياخد وقت كتير، 3 دقائق 4 دقائق. هلقيت بفرجيكو كيف تعملوا جريل، كيف تعملوا سندوشات للكيتو دايت، للسكري، لكل أنواع الدايت، للناس اللي مش عاملة دايت كمان، للناس العادية اللي مش عاملة رجيم. مثل ما انتو شايفين هو كتير روعة روعة. ممكن نعمل اللي عاملين دايت، نعمل خضار، صحن سلطة خضار، نوضع الشاورما، ممكن نوضع صوصات وكل الروابط، الخبز والتوابل كلها حوضعها في صندوق الوصف، والتومية والصوصات كل حوضعه في صندوق الوصف بالأسفل. ممكن نعمله في الخبز السوري، نوضع خضار حسب ذوقكم، حسب نظامكم الغذائي، ممكن خبز كيتو، ممكن خبز عادي حسب نظامكم الغذائي، يعني حيطلع معكم أطيب من شغل المحلات. أنا بديكم كل الخيارات وأنتوا اعملوا حسب ذوقكم. وهذا حنعمله جريل، الجريل أيضا كتير هو روعة، طبعا حسب نظامكم الغذائي. نوضع على الوجهين على حرارة متوسطة وعلى الوجهين. طبعا وضعت أنا التومية ومخلل الخيار، تومية مخلل الخيار والشاورما، حوضع الروابط التومية بالأسفل في صندوق الوصف. في أمان الله، تزرونا بوصفة جديدة. شكرا كتير لكم، أتمنى الاشتراك بالقناة، إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.